طيب يا جماعه، ركله جزاء وانذار على مش عارف على مين، على محمد عبد المنعم ولا مين، بس المهم ان هي ركله جزاء. كره عدت كده من ورا الدفاع، يعني 3 دقايق في بدايه المباراه يا جماعه ويجي علينا ركله جزاء، طبعا حاجه صعبه جدا. عايز اوريكم جمهور السنغال، جمهور السنغال مبسوطين جدا باللقطه، الجمهور المصري طبعا مش مصدق اللقطه. ربنا يستر وعبد المنعم وابو جبل يتصدى ليها ان شاء الله. خلاص الحكم مأكد اللقطه، ضربه جزاء 100%، وخلاص ساديو ماني، ساديو ماني يا جماعه هو اللي هيشوط ركله الجزاء. ساديو ماني الله. الله ابو جبل يا علامي، الله ابو جبل يا علامي.